قبل النبوة كان في قومه الصادق الأمين، بعد النبوة كان صدقه الركن الذي به قبلت دعوته عند من كان له قلب سليم. بعد النبوة أعلى درجة بلغها رجل من تابعي النبي وأصحابه كانت درجة الصدق، الصديقية، وأول ردة كانت عن دين النبي صلى الله عليه وسلم لشك في صدق خبر الإسراء والمعراج. الصدق حال المؤمن، والله تعالى يوصيه فيقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يوم كان إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، كانا يرددان دعاء رائعا يقولان فيه: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في هذه الثلاثية تظهر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: رسولاً يتلو عليهم الآيات، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. وفعلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بعث، لكن هذه الثلاثية، تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية، ربما تعطل بمشكلة تقع في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنعه من التبيين والتوضيح مثلا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، وقد تعطل بمشكلة معنوية تقع في لسان النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم، كالكذب والفحش. يا جماعة، صفة واحدة في النبي صلى الله عليه وسلم لو رفعت لرفع معها الدين، ألا وهي صدقه صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا إياه، ونؤمن بالغيب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه، نؤمن بالله، بالآخرة، بالملائكة، بالجن، بالجنة، بالنار، بحياة البرزخ، هذا كله لم نره. من حدثنا عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لانهار الإسلام ركنا ركنا. لذلك مسألة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هي خط أحمر. احذروا، احذروا كل الحذر من دعوة ضالة مضلة يقال فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رسالته وانتهى أمره، علينا بالقرآن ودعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدا، الله تعالى ناصر هذه الصفة بالنبي صلى الله عليه وسلم نصراً واضحاً في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالصدق، صدق الحال وصدق اللهجة، صدق القلب، صدق اللسان، صدق الفعال صلى الله عليه وسلم. هذا ما شهد له الله سبحانه وتعالى به، وهذا ما شهد له أصحابه به صلى الله عليه وسلم، وهذا ما شهد له الكفار قبل الدعوة، فكانوا يسمونه الصادق الأمين. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل شيء يتكلم به النبي كان يكتبه، لكنه مرة حدث نفسه حديثا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في الرضا والغضب، فلماذا أكتب عنه كل شيء؟
قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جرى في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه، يعني من فمه، إلا الحق. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان ينتبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعابة لمن حوله، فكان يكتب عن النبي ما يقول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. إذا رأيت إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فصاحة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث هذرا ولا نزرا، يتحدث حديثا يبينه للسامع، لا يتحدث النبي فحشا ولا سبابا، كان فيه فكاهة صلى الله عليه وسلم، وكان الصدق دائما سيد الموقف في نطق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصبح العبد استكفت جوارحه لسانه فتقول له إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما الكذب فإن المؤمن لا يكذب. ذكره فينا على كلما